فكره كمان الناس من كتر ما اندمجت معاكوا ما بقدر يعني مش قادره اتفرق ما بين ال طبعا مش عليك انا بكلم مثلا عن دور رحاب الجمل احمد زاهر كرههم بجد يعني الناس حتى فكره الناس مش قادره تفرق ما بين التمثيل والحقيقه. ايوه ده حقيقي ده اول مره انا البسها بالشكل ده ان الناس مصدقه جدا في المسلسل والاقي ناس بتبعت لي يا عبد المحسن اعمل حاجه يا عبد المحسن مش عارف ايه يا جوز الرقاصه يا لا كتير ناس مصدقه الحاله بطريقه غير طبيعيه ودي حاجه خضتني انا ومسجات فويس كمان. وانت بتسمعها؟ اه بسمعها طبعا كلها يعني. طب ترد عليهم؟ لا ما بردش بضحك يعني بضحك هقول ايه هرد اقول ايه الناس بتكلم الشخصيه مش بتكلم ادوار يعني بعتالي على ان انا الشخصيه ان انا عبد المحسن مش ان انا ادوار ف ومئات الرسائل بالشكل ده اقتنع خلاص مش قادرين يفرقوا من الوطن العربي كله مش مصر بس يا عبد المحسن اعمل حاجه انت سلبي جدا اه